الرقة قصة الخلاف الدولي الإقليمي، لا سيما في الحديث عن إعادة إعمارها بعدما تضررت بنحو 80% من البنية التحتية وفق تقارير دولية. وبدلا من أن تبدأ العملية من مركز المدينة حيث الثقل البشري والاقتصادي، كانت من هنا من ريفها الشرقي عبر البدء بمشروع ترميم ساقية الرشيد. طبيعة عملنا منظمة خدمية، المنطقة اللي عم نعمل فيها قناة هارون الرشيد اسم المشروع، مخربة نتيجة الطمي والتملح بالأرض، فإحنا بدنا نصلحها لأنها تغذي منطقة زراعية مساحة كبيرة تفيد المواطنين. الساقية تغذي أكثر من 10 دنومات و5 قرى بالمياه الزراعية غير الصالحة للشرب، الجزرة، الحصيوة، وحاوي الهوى، ومصدر مياهها الرئيسي هو هذه الساقية المتضررة. مدة المشروع بحسب القائمين عليه تتجاوز 60 يوما، بمشاركة آليات ثقيلة وجهود من منظمات دولية ومحلية لإنقاذ ما تبقى من الموسم الزراعي في المنطقة. تقريبا طولها أكثر من 25 كيلومتر، تغذي منطقة على كتف الفرات، المنطقة اللي تغذيها صار فيها من جراء الحروب والمفخخات صار فيها نسبة دمار، حاليا عم نستصلحها وعم نسوي المقاطع المضروبة بها عم نصلحها حاليا، ونسوي لها استبدال تربة، نجيب تربة مخمرة واستبدال تربة وصب اسمنت وحديد عم نكمل فيها. لربما تعود المياه إلى تلك المناطق وتزدهر التجارة والزراعة وتربية الحيوانات فيها، إلا أن المعضلة الرئيسية في شمال شرق سوريا هي الحديث المستمر عن إعادة إعمار مدينة الرقة، كيف ومتى؟